ومع فتح قطاعات جديدة غدا تدور تساؤلات حول موعد إعادة فتح عيادات أطباء الأسنان في ظل انتشار فيروس كورونا. وللحديث عن ذلك أرحب بدكتور عزام القدومي نقيب أطباء الأسنان. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. إذا هل لديكم خطة وموعد زمني محدد لإعادة فتح عيادات أطباء الأسنان لربما في وقت قريب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد مساكي ومساء الإخوة المواطنين، وإن شاء الله أزمة ومنعديها بأقرب وقت ممكن. حقيقة قطاع طب الأسنان أختي الكريمة شأنه شأن القطاع الطبي كامل، في القطاع الخاص أو العيادات الخاصة حتى اللحظة اللي بنتحدث فيها هذا القطاع مغلق، وإحنا كنقابة أطباء الأسنان استشعارا منا بأهمية هذه القطاعات قدمنا بروتوكول خاص لفتح العيادات في حالة وجود أو انتشار هذا الفيروس، وأسندنا هذا البروتوكول للحالات الطارئة حتى نكون مع مواطننا ولتخفيف معاناة هذا المواطن. أما فيما يخص السؤال اللي تفضلت في حضرتك أنه هل هنالك تاريخ محدد لفتح هذه العيادات، بكل أمانة حتى اللحظة هاي لا يوجد تاريخ محدد لفتح القطاع الخاص، وإحنا كنقابة رح كنا تحرك نريد أن نقدم مشروع متكامل لفتح هذا القطاع بما يحافظ على السلام العام وتقديمه إلى مركز الأزمات حتى يتسنى دراسته بشكل تفصيلي وتحديد موعد لعودة هذا القطاع نظرا لأهمية هذا القطاع وعودته بما يضمن السلام العام إن شاء الله. طيب دكتور عازم، هل تواصلتم مع الحكومة لربما لحل العوائق التي تواجه إعادة استئناف هذا القطاع؟ نعم، تواصلنا مع الحكومة من خلال معالي وزير الصحة. المشكلة ليس في العيادات، يعني زي ما بتعرف حضرتك العيادات الطبية هي أكثر الأماكن التي تحافظ على التعقيم وعلى السلام العام أكثر من أي قطاع آخر، والأطباء هم اللي يحددوا وسائل عدم نقل العدوى، يعني هم الذين يضعوا البروتوكولات الخاصة بكل القطاعات، فهم الأدرى بوضع بروتوكول خاص في عائلتهم. ولكن هذا القطاع إذا تم فتحه، المشكلة في الآليات التي يتم فتحها، آلية وصول المرضى، آلية وصول المساعدات، الموظفين الموجودين في العيادات، آلية وصول المواد المستهلكة من خلال شركات الأدوية المغلقة حالياً، آلية فتح المختبرات الطبية، كل هذه العملية هي دائرة متكاملة. العيادة لوحدها أو وجود الطبيب لوحده لا يعني عودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص. يجب أن تكون هنالك منظومة متكاملة لعودة هذا القطاع بما يضمن السلامة. توجه مركز الأزمات الآن الواضح أنها لا تريد فتح وسائل النقل العام أو الخاص، تريد أن يبقى هذه الخدمات مشيا على الأقدام. حقيقة القطاع الطبي صعب أن يعود ويعمل ب50% من طاقته إذا بقي الموضوع متعلق بمشيا على الأقدام، لأنه زي ما بتعرفي مش كل مريض براجع طبيبه في المنطقة اللي ساكن فيها، ولا كل مريض بيقدر يوصل للعيادة مشيا على الأقدام حتى لو كانت المسافة قريبة. هنالك حالات مزمنة، هنالك حالات متعلقة بأمراض القلب، هناك حالات متعلقة بالأسنان وغيرها، فبالتالي لابد من وجود آلية متكاملة. أعتقد هذا هو العائق الأكبر وليس العيادة بحد ذاته. طب أين يتوجه الآن يعني المواطن في الحالات الطارئة؟ هلأ فيما يخص طب الأسنان، التوجه فقط في العيادات وزارة الصحة، مراكز الصحة، مراكز وزارة الصحة المنتشرة، أو عيادات الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات، وفقط تعمل لمعالجة الآلام فقط، لا أكثر ولا أقل. أما القطاع الخاص الآن مغلق بالكامل. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا دكتور عازم القدومي، شكرا جزيلا لك.